دكتور صفوت، حضرتك النهارده متواجد في مسجد النور. اولا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا متواجدين في مسجد النور بشكل احنا متواجدين في مسجد النور الان بشكل رمزي من اجل الوقوف مع فضيله المجاهد الحاج حافظ سلامه. طبعا احنا اولا بنقدر الحاج حافظ سلامه باعتباره من اكبر المجاهدين، من اكبر من وقفوا ضد اليهود. دوره مشهود، دوره معروف، لا يخفى على احد. قام او يعتبر بحق بطل المقاومه الشعبيه في السويس، ولولا ان الله سبحانه وتعالى قيده لهذا الدور لكان اسرائيل عاثت فسادا في مصر. نقدر دور هذا الرجل المجاهد، هذا الرجل العظيم، نقدر شخصه، ثم بعد ذلك نقدر الظلم الذي يتعرض له الحاج حافظ سلامه صاحب جمعيه الهدايه الاسلاميه. له حق اصيل في مسجد النور، هو الذي سببه الله تبارك وتعالى في انشاء هذا المسجد في هذا المكان الحيوي، ثم يعني كان سببا في انشاء ملحقات هذا المسجد. صدر له اولا حدث عليه اعتداء على هذا المسجد، وتم اغتصاب هذا المسجد منه دون وجه حق، لأنه رجل داعية يصدع بالحق ولأنه رجل مجاهد. هذا الرجل جاهد طويلا من أجل استرداد حقه في هذا المسجد وفي الملحقات، صدرت له أحكام قضائية نرى أنه من الواجب تنفيذها وتفعلها، ونرى أن ما يحدث الآن هو عدم تنفيذ حكم قضائي، وهذا أمر لا يجوز ولا يصح. ثم نرى أيضا أن هناك العديد سواء وزارة الأوقاف أو المجلس العسكري وعد الحاج حافظ بوعود قاطعة باسترداده للملحقات، ثم تم التفاف على هذا الوعد. نحن مع الشيخ كمجاهد، نحن مع الشيخ كصاحب حق، نحن مع الشيخ في وجوب أن يفي المسؤولون في مصر بالتزاماتهم ووعودهم برد الحاج حافظ لحقه في لا نقول في المسجد فقط ولكن في الملحقات أيضا. جزاك الله خيرا.